تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وأيضا برعاية دكتور نيوتريشن. طبعا هذا البرنامج، ولا أقولكم بخلي الدكتورة ندى الملة موجودة معنا تقولكم هذا البرنامج وأرقام التواصل معنا. هذا البرنامج نحن ليش نقدمه يا دكتورة؟ هذا البرنامج هو عبارة عن نافذة لكم لتقديم اقتراحاتكم، شكركم، أهم شيء الشكر لأي حد قدم لكم أي خدمة مميزة في قطاع رعاية الصحية الأولية أو قطاع الصحة. لازم رعاية صحية، لازم رعاية. أو شيء الهيئة بشكل عام. نافذتكم للتواصل معنا وتقديم اقتراحاتكم ولاحظتكم وشكركم بخصوص أي شيء ممكن يطور القطاع الصحي مثل ما يقول أخوي محمود في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص. أرقام التواصل معنا عشان تقدمونا أهم شيء الشكر 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت نور دبي على إنستغرام وأكاونت هيئة الصحة على إنستغرام DHA_Dubai. طيب هي تقول تبغي الشكر، أنا أقولكم يا جماعة الخير اللي عنده ملا شكوى. أنت ما تقول شكوى؟ لا أنا ما شوفي الشكوى لغير الله مذل، لكن صح. لكن في كل الأحوال شو هذه الملاحظات تكون مثل النقد البناء. صحيح. البارحة كذا شخص اتصل فيني يا جماعة الخير، حاولنا نتصل فيكم بعد البرنامج ما حد فيكم رد. أتذكر منهم بسلطان، بسلطان دقيت لك مرتين ثلاث مرات ما رديت علي. إذا تسمعني الله يخليك اتصل فينا. انزين، أولاً بتصل بك بعد البرنامج مرة ثانية إن شاء الله. انزين، نوه دكتورة بالتنويهات الموجودة عندنا. أول تنويه طبعاً عن نظام ملف الطب الإلكتروني السلامة، طبعاً انطلق في تاريخ 7 إبريل من 2017 في مركز البرشة مستشفى راشد، عيادات الجلدية، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وعيادات المطار. طبعاً مطلوب من كل متعامل لما يتوجهون لأحد هذه المنشآت أن يكون عندهم بطاقة صحية، بطاقة الهوية والتأمين إن وجدت، وأيضاً تعاونكم وصبركم لإجراء كافة لإتمام كافة إجراءاتكم في المنشآت الصحية يجعلنا جميعاً إن شاء الله نقدم أفضل خدمة. تعاونوا مع الكادر وشوية صبر، تعاونوا على البر والتقوى. اليوم مخرجنا أيمن سرحيل داخل الاستوديو، فأول ما دخل قال صباح السعادة صباح الأنوار، وتم يتكلم يعني وايد بهذا. أنا ما أدري ليش يوم يشوفك وايد استانس، ظهر من الشوكلت اللي تعطينا إياه. ها أي إيجابية يا رجل. هو يقول أيمن يقول إيجابية تمتد من دكتورة ندى، أشكرك. عموما قول بعد، يلا طلعوا الكلام اللي ياسين تقولونه في الاسود، البرنامج لكم انتم لان ما في شيء اسمه. خلينا نقول خمس خصال، شو رايك؟ نعم، نقول خمس خصال تساعد على بما نتكلم عن الايجابيه والسعاده، خلينا نقول عن خمس خصال تساعد على السعاده والصحه. عموما مستمعين، توصلت دراسه حديثه لوجود خمسه خصال او مهارات ضروريه للشعور بالسعاده والصحه، هي الاستقرار العاطفي والتصميم، التحكم بالنفس، التفاؤل، أهم واحدة آخر واحدة، والضمير الحي. أيمن الضمير الحي. اشتملت الدراسة على أكثر من 8000 شخص من المملكة المتحدة بلغت أعمارهم 52 سنة وأكثر، وقد وجد الباحثون ارتباطا بين هذه المهارات الخمس وتحسن الصحة وتراجع خطر الأمراض المزمنة والاكتئاب والعزلة الاجتماعية، وتحسن أيضا الاستقرار المالي. يقول المعد المساعد للدراسة أندرو استبيتو، أستاذ الوبائيات الصحية والصحة العامة بجامعة كوليدج لندن،
لم نتمكن من إثبات أن أحد هذه العوامل أكثر أهمية من بقية العوامل، وأن الأثر الإيجابي يعتمد على عدد الخصال التي يمتلكها كل شخص من تلك الخصال. وبحسب نتائج الدراسة فإن ما نسبته 25% من الأشخاص الذين يمتلكون العدد الأقل من هذه الخصال أبلغوا عن إصاباتهم بأعراض اكتئابية. دكتورة بقرة والله ما علي، ترى أنت تقولين 7000 حرف في الثانية أنا؟ في حين أن 3% فقط من الأشخاص الذين يمتلكون 4 إلى 5 من تلك الخصال أبلغوا عن أعراض للاكتئاب. المفروض اللي ما يمتلكون هي مفروض لا يمتلكون إيه. وأن أكثر بقليل من ثلث الأشخاص الذين يمتلكون العدد الأقل من تلك الخصال يعانون من تدهور صحي متوسط إلى شديد، في حين أن 6% فقط من الأشخاص الذين يمتلكون 4 إلى 5 من تلك الخصال يعانون من تدهور صحي. طيب بتعلقين ولا علق؟ لا بعلق. أو شيء محمد صحيح. لاحظ أن المال لم يكن ضمن الخصال، لاحظوا. لا أنا التعليق مالي دكتورة يعني بغض النظر عن كل شيء إنزين هذه الدراسة صارت في الغرب، ولكن نحن عندنا هني إنزين الاستقرار العاطفي، التصميم، التحكم بالنفس، التفاؤل والضمير الحي، هذه كلها مواضيع نحن نتحدث فيها عن في ديننا صحيح. وفي عاداتنا وتقاليدنا إنزين وتربينا عليها من يوم نحن صغار صحيح. هي موجودة محمود، بس تعرف موجود في عقلنا الباطن، ولكن لازم نسوي لها مثل تعرف يسوي ريفرش للصفحة. لا هي مو قضية موجودة في عقلنا الباطن بس دكتورة، لا هي مثلا الواحد يحاول يتحل يعني يتعامل مع الناس بهذه الصفات. صحيح صحيح دائما ما يحاول، لأن تبى ترتاح بصراحة. صحيح يعني ساعات يجيك واحد كذاب ولا واحد نصاب ولا واحد ما أدري يعني يتعامل مع الناس بشكل سيء صحيح. او انه ما يكون عنده تصميم على الهدف ماله او انه مو قادر يتحكم باعصابه ونفسه مع الناس، فاخلاقه تكون يعني سوري في مو بحلوه، يعني مو بحلوه، اسوء من انه مو بحلوه زين. هي اسوء ما نقول الكلام نقول بحلوه. فالقضيه يا جماعه الخير التصالح مع النفس صحيح. وزرع مثل هذه القيم في داخلك وتحاول تتعامل فيها مع الناس انت بترتاح. صحيح محمد. المصيبة دكتور أحيانا الواحد اللي يتحلى بمثل هذه الصفات يقولوا له والله هذا إنسان غريب، لا هذا إنسان شاذ عن الناس، شاذ يقول له عنده مشاكل نفسية عشان شيء، والله يقول عنده مشاكل نفسية، مع أن مشاكل نفسية في الناس إلا لا تتم يعني ما عنده تحكم بالنفس، ما عنده تفاؤل. يا جماعة والله التفاؤل، أنا قلنا من قبل في وحدة من حلقات عن قوة الجذب، لما أنا أتفائل وأخلي طاقتي إيجابية أول الصبح وتفكيري إيجابي، في قانون جذب في العالم أنك تجذب الطاقات الإيجابية، بالتالي تلاقي يومك يستوي أحسن، دوامك يستوي أفضل، تنجز أفضل. ترى والله العقل فيه قدرة خارقة لما أنت تفكر سلبي أو إيجابي. كلام كبير والله. والله محمود فعلا يعني في مرة قريت من 1950 اعتقد في مجموعة من البوذا سووا دراسة على قوة العقل. انت قارئ من 1950 وانا عبالي كنت عايشة. ثلاثة من البوذا، البوذا طبعا هم رجال الدين الهنود، قالوا كيف قوة العقل؟ فقالوا خلينا نسوي ان طبعا البوذا يعلمونهم كيف ان يعني يقعدون في اليوغا او في المعبد مالهم ويخلوا عقلهم صافي، فبقوة الذهن فقط قدروا يطيرون عن الأرض مسافة 3 إلى 4 سنتيمتر. صدق محمود بايب لك أنا الدراسة. يا الله يخليك عادة الحين يا عادتني ساسة ما تقولي لي ياسين يطيرون على براويك الصورة الله العظيم ذكروني بالصورة باتر وبوذة وما بوذة. الله يهديك دكتورة تقولي لي شاسة الله يهدي الجميع. متأكدة؟ هي والله محمود والله بقوة العقل فقط. شو رأيكم أنتوا يا جماعة الخير؟ عموما نحن فاصل، بعد الفاصل نتواصل، أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق رسائل نصية على 4006، وأيضا متواجدين عبر حساب نور دبي على الإنستغرام وحساب الهيئة اللي هو DHA_Dubai. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا معكم نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. بدأت قبل قليل بفندق جراند حياة دبي ورشة العمل الخاصة بمبادرة دبي مدينة القلب السليم،
التي تنفذها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. للحديث عن هالمبادرة وأهميتها بيكون معنا عبر الهاتف الدكتور فهد باصليب، استشاري ورئيس قسم أمراض القلب بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور فهد. صباح النور دكتور نادات. أهلين، شخبارك؟ الحمد لله بخير، مشكور على الاستضافة. مش شاكرينك أنت في وسط المؤتمر، خذناك عنهم شوية عشان تطلع معانا على الهواء عشان تكلمنا عن هالمبادرة المهمة. تعطينا ما عليك أمر دكتور فكرة عن هالمبادرة وأهميتها. طبعا دكتورة، مبادرة دبي هارت سيف سيتي أو دبي مدينة القلب السليم، هاي لو تذكرون خلال منتدى دبي الطبي اللي عقد في شهر فبراير انطلقت الفكرة كفكرة. وأحب أني أشكر معالي سمير القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة على تبني لهذه الفكرة. طبعا اليوم بدينا ورشة العمل بفريق من هيئة الصحة بمشاركة استراتيجية من هيئات حكومية مختلفة، على سبيل المثال شرطة دبي، إسعاف دبي، بلدية دبي، الطيران المدني، الRTA، هيئة المعرفة، ويعني هذيل اللي إن شاء الله ما نسيت حد فيهم. طبعا هذيل الهيئات الحكومية بيكونون في المبادرة على أساس أن إحنا نجعل دبي مدينة آمنة من الجلطات القلبية المفاجئة. طبعا لما تكلمنا عن المبادرة في شهر فبراير كنا نتكلم عن المرضى اللي يتوقف قلبهم بصورة مفاجئة في الأماكن العامة أو في بيوتهم أو هذا الشيء. فالوصول لإسعاف هذه المرضى وانتظار الإسعاف حتى يوصلهم هذا يأخذ وقت طبعا. فإحنا نبغي نوفر هذا الوقت، لأن مثل ما تعرفون الوقت بالنسبة لهذا المريض لما يتوقف قلبه ما في دم يوصل للدماغ والأعضاء الحيوية في الجسم، فممكن تؤدي إلى الوفاة أو ضرر دائم على الدماغ إذا تأخر في إسعافه. فإحنا اليوم بهالمبادرة نبغي ندرب أكبر عدد ممكن في مدينة دبي حتى يقوموا بالإسعافات الأولية القلبية الرئوية واستخدام جهاز الرجفان لإنعاش القلب. طبعا حتى نحقق هذه المبادرة لابد أن نقوم بتعليم أكثر من 100,000 شخص. حاليا عندنا 30,000 شخص متدرب، اليوم نطلع إلى تدريب 100,000 شخص، وكذلك توفير 10,000 جهاز في مدينة دبي بحسب النطاق الجغرافي يعني والتركيز السكاني. ولهذا السبب اليوم دعونا إلى عصف ذهني مع الجهات الحكومية اللي ذكرتها حتى نشوف شو أنسب الحلول في تدريب هذا العدد وتوفير هذه الأجهزة والخروج بتوصيات إن شاء الله على نهاية اليوم. طبعا هذا عمل بيكون عمل كبير، بيكون عمل مستمر، نأمل بتحقيق هذه المبادرة على سنة 2020 بالتزامن مع اكسبو إن شاء الله. 2020. والله دكتور مبادرة جميلة جدا، ونحن يعني نتمنى، أنا شخصيا أتمنى أن أشوف هذا الجهاز موجود مثل الطفاية مالت الحريد في كل مكان، يعني هذا اللي أتمنى. فيعطيكم العافية، لأن بالفعل هي يعني أهميتها ما تقل عن الطفاية، لأن الطفاية ممكن تنقذ فيها أرواح الناس، أيضا كذلك هذا الجهاز ممكن تنقذ فيها أرواح الناس. صحيح. أنت تعرف أخوي محمود بالنسبة للمريض اللي يفقد وعيه وتوقف قلبه بالطريقة الاعتيادية إذا انتظرنا الإسعاف ووصوله المستشفى فرصة نجاته تقريبا 5%. زين، إذا طبقنا هالمبادرة فرصة يعني إنعاش المريض وفرصة أن يتم على قيد الحياة وكله بأمر الله سبحانه وتعالى، النسبة ترتفع من 5% إلى 65%. طبعا هاي نسبة كبيرة، صحيح. الأمل كبير، ولكن إن شاء الله ما في شيء صعب، إن شاء الله بإذن الله بتضافر الجهود
وخاصة أن هذا عمل إنساني قبل أي شيء. صحيح دكتور، يعني تقول صحيح صحيح بس أصبك هوا تراها، ها خبرك أنا. فضل عندنا دكتور فهد نضيفك، عندنا قهوة حلوة. إيه ما يتنا الاستوديو بس الله يعينك. والله اسمحوا لنا إحنا في. لا أبدا دكتور. دكتور والله بسألك سؤال، أنا اليوم كانت تتكلم ندى تقول إن في البوذة يطيرون من قوة تركيز العقل، شو رأيك في الموضوع هذا؟ حلو حق دكتور فهد بيقول شو لخص بالقلب. بطرحها على ورشة العمل. اطرحها. عموما جزاك الله خير دكتور، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. مشكورين مشكورين. كان معنا عبر الهاتف الدكتور فهد بصري استشاري ورئيس قسم أمراض القلب بمستشفى راشد. طيب من أمراض القلب ما ننتقل دكتورة إلى موضوع آخر. هذا موضوع جميل بجمال الضيوف. اي شو الموضوع؟ اقري. مبادرة تعزيز الصحة في حضانات الأطفال بدبي. أطلقت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركة نوتريشيا ميدل إيست مبادرة متميزة من نوعها، تعد الأولى على مستوى الدولة، بهدف تعزيز أساليب التغذية السليمة في حضانات الأطفال بدبي. للحديث عن هالمبادرة وأهميتها ودورها الإيجابي في تعزيز الصحة لدى الأجيال القادمة، طبعا وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وبعد معانا الأستاذة فاطمة حسن خير الله رئيس قسم التطوير والمتابعة بإدارة التغذية العلاجية. صبحكم الله بالخير جميلاتنا، شخباركم؟ صباح الورد. صباح النور. قبل لا نبتدي حوارنا هذا خلونا نتكلم على موضوع البودة. زين في هني مسج يقول يطيرون بقوة الشياطين وانت صاجة، يلا شو رأيك انت؟ والله انا يعني حبيت الفكرة انه ممكن اطير صراحة. محمود عيبته فكرة انه ممكن ناس تطير يعني ما قلت له بعد 3-4 سنتيمتر بعد طارة، بس ما طاروا أكثر عن شيء. لا لا إن شاء الله الله يعطينا حياة مباشر، بيجيب لكم إن شاء الله الصورة مالتهم هم هذا إن شاء الله. هم طايرين، هم طايرين. إيه لازم إن شاء الله. عاد محمود بس الصورة عندك فيديو؟ لا 1950 محمود ما كان في فيديو بس في صورة. العهدة على الراوي، الكاتب اللي كان كاتب عن هذا العهدة عليه. زي عموم موضوعنا هذا نحن نتكلم اليوم عن هذه المبادرة دكتورة. أبتدي سامحيني أنا ببتدي مع الدكتورة وفاء عايش أختي فاطمة. فكرة عامة عن المبادرة، الأطفال المستهدفين من هذه المبادرة وعددهم تقريبا. دائما نتجه إحنا كمجتمع، أولا هي من ضمن الاستراتيجية تاعت هيئة صحة دبي التوجه للمجتمع، وإحنا توجهنا للطلاب المدارس، لطلاب الجامعات، للفئات المجتمعية في كل الأعمار، كبار السن، ولكن لأول مرة يتم التطرق إلى الحضانة اللي هم بداية تأسيس الطفل. هاي المبادرة اسمها طبعا ضمن عطاء الخير لعام الخير، واسمها شركاء في الطبق الصحي، مبادرة مسؤولية مجتمعية، وهي من ضمن نموذج الأعمال المستدامة، لأنها بإذن الله تعالى حتكون مستمرة. الفكرة فيها في هالمشروع بتعاملوا مع قضيتين عالميتين مهمين، الأولى زيادة الوزن والثانية نقص الوزن. زيادة الوزن في العالم ضمن الأطفال حوالي 15%، نقص التغذية وسوء التغذية واللي هم النحافة الشديدة وسوء التغذية بكل مراحلها بالعالم 31%. فإجت المبادرة بالاشتراك مع شركة نيوتريشيا ميدل إيست على أساس إيش نعمل؟ الفكرة أنه ننقل السعرات الحرارية من دولة الإمارات إلى هذه الدول التي تحتاج إلى تغذية وزيادة الوزن بصورة صحية. كيف؟ كيف؟ تم الاتفاق مع طبعا هخلي الأخت فاطمة تتكلم عن مين اللي اتفقنا معهم، ولكن تم الاتفاق مع الحضانات بأنه ناخد حوالي 1000 طفل، وهي تعطيكم الأعداد تقريبا اللي اتفقنا معها تماما، 1000 طفل، بحيث أنه ننزل من من السعرات الحرارية 500 كالوري مقابل هاي 500 كالوري من السعرات الحرارية، من 2500 سعر حرارية ناخد 500، بالتالي هاي 500 اللي حتروح لخدمة شخص محتاج فيها بالعالم اللي النامي اللي بيحتاج اللي عندهم سوء تغذية. أيضا أنه حيكون في عبارة اتفقنا مع الأهالي بصفة
شخصية، يعني أنه فولنتري تطوعي وليس إجباري. كل البرنامج ليس إجباري. صحيح. والحمد لله العدد الآن فاطمة حتعطيكم العدد، العدد اللي دخل عدد طيب، حيدفعوا مقابل الوجبة أخ محمود ودكتورة ندى مقابل 500 سعرة حرارية في 4 دراهم تبرع. كيف؟ هي حق الوجبة 21 درهم، سيتم اقتطاع وجبة من الصبح لبالليل مدروسة من عنا، رجعنا تطعمنا تذوقنا الطعام وشفنا المنيو، يتقبلون اليهال يعني إيه إذا تقبلنا إحنا بيتقبلوا اليهال. فإحنا ذوقنا أنا والأخت فاطمة وفريق عمل معانا وتم اختيار المنيو والأهالي فعلا اشتركوا، تم توقيع عقد اتفاقية مع الحضانات، والأهالي اللي اشتركوا معانا حيدفعوا 21 درهم مقابل الوجبة من الفطور إلى العشاء، وبياخذ يتم استقطاع 4 دراهم من الوجبة من كل طفل. على من 21 على أساس أنها تروح تبرع. وطبعا عندنا قسم الخدمات الإنسانية الأخ سالم بن لاحج اجتمع معنا مع الشركة اللي ستأخذ، لأنه هو الذي سيتم عن طريقه استلام تشيك شهريا تقريبا أو كل 3 شهور حسب الاتفاق. وياخدوا تاخدوا هيئة صحة دبي عبر القنوات اللي المسؤولة للإعطاء الوجبات 160 ألف وجبة للناس المحتاجين. طيب أنا بنتقل حق الأستاذة فاطمة، ولكن سامحيني أنا بطلع هذا الفاصل القصير، ومن نرجع من الفاصل ما نتكلم عن الجهات المشاركة والأطفال المستفيدين من هذا الموضوع. فاصل مستمعينا، وبعد الفاصل نتواصل، لكن أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. وأيضا بما أن عندنا خبيرتين تغذية، مو بوحدة، ثنتين عندنا في الاستوديو، فحتى نستقبل يعني تساؤلاتكم على هذه الأرقام، وموجودين على انستا لايف اكاونت هيئة الصحة بدبي DHA_دبي ونور دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. وأيضا عشان ما أنسى، هذا البرنامج برعاية من دكتور نيوتريشن، مش أخاف عشان ساعات آخر البرنامج ما أنسى أقول اسمهم بعدين يزعلون علينا. هي عموما نحن توقفنا عند الجهات المشاركة وعند بعض المعلومات الخاصة بهذه المبادرة. معانا في الاستوديو الأستاذة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وأيضا الأستاذة فاطمة حسن خير الله رئيس قسم التطوير والمتابعة بإدارة التغذية العلاجية. طيب اختي فاطمة، خلينا نتكلم عن الجهات المشاركة، وأيضا طرحت العديد من التساؤلات الأستاذة وفاء، يا ليت نحن نرد عليها. أولا بخصوص المشاركين طبعا في المبادرة، عندنا 6 حضانات حاليا، واحدة من الحضانات لها 8 أفرع. راح نبتدي مع واحدة فيهم باكر إن شاء الله بإذن الله، بيكون أول يوم افتتاح. تقدرون تقول اسماء الحضانات على الهواء؟ والله كتشجيع. احنا عاملين معهم كونتراكت اكتشلي، يعني بعدين هي خدمه مجتمعيه، فما فليش لما نقول اذا لا عندي لتشجيع الباقي، يعني حتى مثلا امته بتدخل عيالها حضانه ممكن، او مثلا حضانه ثانيه يسمع. مبادره جميله. شوفي دكتور ندى، احنا بدينا فدور لانه احنا خاطبنا مع الكثيرين، ولكن هذول اللي بدأوا معنا في الاستجابة، فعشان هيك لكن إن شاء الله لازم نكافئهم، حنغطي بقية الحضانات بإذن الله تعالى. هي عموما باكر بنبتدي في حضانة كيدز كير نيرسري إن شاء الله. طبعا بنبتديها مع التيتشرز، مع المعلمات في البداية، وبعد أسبوع إن شاء الله بنجتمع مع الأهالي. مثل ما قالت أستاذة وفاء عايش، هي أصلا المبادرة تنبني على جزئين، اللي هي التثقيف الغذائي للمعلمات في الحضانة، بالإضافة إلى توزيع وجبات صحية عن طريق طبعا الشركات خاصة لدعم الأطعمة الصحية. ممتاز. حاليا التارجت تبعنا طبعا الهدف عدد الأطفال يكونون تقريبا 1000 طفل مشاركين، بحيث نصل 160 ألف وجبة. برافو. ممتاز. ممتاز إن شاء الله. ف
شو مراحل هالمبادرة؟ يعني من بدأت الفكرة؟ كيف تم تطبيقها؟ شو كان خطة العمل؟ مع من تم التواصل؟ مثل ما ذكرت دكتورة فاطمة تواصلت مع الجميع أعتقد 6 أو 7 حضانات استجابوا، فأعطينا خطة عمل من بداية المبادرة دكتورة فاطمة. هنحكيها بس اللي عم بيورجيكم إياهم محمود اللي تكلمت عنه الآن فاطمة للمدرسين، وهو كتاب عبارة عن 22 درس ب 22 أسبوع تم طباعته من قبل نوتريشا نعم عن التغذية السليمة، ومعاه كتيب للأهالي تعليمي أيضا سيتم شرحه عن طريق أخصائيين التغذية اللي من فريق العمل اللي مع الأخت فاطمة. 22 أسبوع ب 22 درس يحتوي على فعاليات رياضية، من ضمنها كان كتير شيء أنا عجبني وهي اليوغا للأطفال والاكتيفيتيز. شلة اليوغا هذا لأن نفس البوذة ما شاء الله عليك هزك سرعة مديها يا محمود. ما حد فيهم يطير؟ لا لغاية الآن ما طاروا، أتمنى أنهم يضلوا عشان يضلوا مستمرين في المبادرة. بس نحب نذكر أن الكتيبات هذه ياسة تترجم للعربي. ممتاز. عشان ما حد يزعل يقول ليش كل شيء بالإنجليزي. نعم. لأنه أول حضانات دخلوا معانا كانوا أجانب. طيب. دكتور أنا هني أبغي أتوجه ما أدري خلينا نشوف فاطمة بعدين بيجي فاطمة، يعني في أمراض معينة أنتوا قاعدين تحاولون تركزون عليها من خلال هذه المبادرة؟ هي نعم، هي طبعا العمر الأطفال في هالسن بنركز أكثر شيء على سوء التغذية، لأنه هو هالشيء الأكثر شيء يصابون فيه في هالعمر، لأن مرحلة حياة توها يعني توهم مبتدئين، فإذا ما علمناهم الأسلوب الصحي للأكل صحيح. من البداية صعب جدا تغيرين حياتهم في المستقبل. صحيح. فهي نعم في سمنة، طبعا في سمنة المفرطة، بس مثل ما ذكرت الأخت وفاء نسبتها 12%، ولكن سوء التغذية صحيح فوق 31% تقريبا. دكتورة نحكي عالميا طبعا، نقول يعني الناس تفهم تقول لك السمنة، أنا فاهمة شو يعني سوء تغذية الطفل. سوء التغذية يعني الطفل ممكن يجي شكلا صحي صحيح، بس هو فعليا مش صحي، يعني بتلاحظين يحترق ذاتيا يحترق لا الكلام فعلا هالشيء، وانا يعني اشوفها في اطفال من عائلتنا، يعني لان في اطفال ممكن مثلا تشوفهم كشكل صحيين، يعني ممكن يكون عنده فقر دم، ممكن أيوة يكون عنده امساك مزمن مثلا، او عنده غير الامراض الاساسا هو مولود فيها. طبعا هذا الشيء ما نتكلم عنه صحيح. الامراض اللي اتي بعد مرحله الطفوله واللي هي يكون سببها الرئيسي هو الغذاء. صحيح. سوء التغذية. إضافة إلى أنه عالميا دكتورة ندى سوء التغذية في الدول اللي هي عندها نقص في الغذاء الصحي خلينا نقول السليم، نسبة الناس اللي هم تحت مستوى الوزن الطبيعي 31%، نسبة عالية جدا. صحيح. وبالتالي إحنا هدول الهدف منها إنه نتبرع لهم بوجبات صحية حتى تزيد وزنهم بصورة صح، حتى إنه تعطيهم الوزن الصحيح، تمنع الأنيميا، تمنع فقر الدم، عندك نقص فيتامين إي، عندك كواشركول، مراسمس اللي هم نقص فقد العضل. صحيح. عندك أمراض كثيرة في هاي الدول. طبعا الدكتورة فاء هو يعني احنا مشرحتينا اياها صارت منظومه كامله، احنا نعم. نثقف الاهل، نثقف المدرسات، صحيح، نثقف اطفالنا الموجودين حاليا الحمد لله عندهم اكل واكل كافي، نثقفهم كيفيه الاكل الصحي، ونحسن تغذيه في الدول الاطفال في الدول الناميه، فهي منظومه متكامله. فالمبادره ما يعني ما راح يفيد شخص واحد، راح تفيد مجموعه من الاشخاص بمختلف المستويات. فاطمه قولي هاي انا شو انا عم بورجي. هاي طبعا بتكون شو يسمونها بروشورات للاطفال، العاب للطفل. العاب للطفل اساس، لان تعرفين الطفل مش ما راح يستوعب معك لا لكتشر ولا محاضره ولا وركشوب، راح يستوعبونها بالطريقه انا شو الاكل الصحي هي، يعني عرفتي من اي فئه يعني أيوة بالضبط. المجموعات الصحية على كل واحدة أي درس بأي درس، يعني هاي مثلا سيتم تطبيقها في الدرس التاسع فقرة الثانية اللي تتكلم عن الخضار، حتلاقي في مثلا بالفقرة الرابعة في الخامسة، هاي إيش هي عبارة عن ألعاب للأطفال لتحفيزهم على تذكر الطعام الصحي، المجموعات الغذائية بكل أنواعها. نعم. والله يوفى نعتبرها هذا منهج دراسي. هو تقريبا منهج تبع المدرسين. نعم منهج. صحيح صحيح صحيح. طيب الآن يعني في شيء تبغون تضيفون عن هذه المبادرة؟ لأن أبغى ننتقل شوية نتكلم عن الغذاء بشكل عام، مو بس الأطفال، حتى ما نتكلم فيه عن الكبار كذلك.
شو اللي تبغين نقطة يمكن ما تطرقنا لها؟ يعني أنا بتهيأ لا إحنا طرقنا الحمد لله اللي أنا بغيت أتكلم اللي حابين يتواصلون ويساهمون في هذه المبادرة كيف ممكن يتواصلون؟ أي حضانات ممكن يتصلوا في إدارة التغذية العلاجية قسم التطوير والمتابعة كون الأخت فاطمة هي المسؤولة عن المبادرة فأي حدا بده أي حضانة أي حد مسؤول عن حضانة أو أولاده في حضانة وحابين إنه يكونوا معانا في هاي المبادرة نحن نسعد بذلك لأن أنت تخدم طفلك وتخدم أطفال للعالم صحيح. أكيد وأستفيد أنا كوالد أو كأم يعني لأن تثقيف لي أنا أيضا كأم جميل طيب في خبر الدكتورة كانت في خبيرة تغذية ألمانية اسمها ميليسا برونيتي إنزين تكلمت في هذا الخبر عن تناول وجبة الفطور الصحية وخاصة للأشخاص اللي يعانون من الاكتئاب من بين الوجبات يعني قالت عن البيض لأنه غني بالأحماض الأمينية الوجبات الغنية بالفيتامين غير لينها القضية وين أن هي تقول أن الدماغ يتكون من 60% من الدهون ويجب صح. علينا تناول الدهون في الأكل صحيح زين الأفوكادو غني بالشيء يسمونه غير مشبعة الجيدة هي وأيضا يحتوي على حمض الفوليك وأوميجا 3 صحيح يمكن أنا بالنسبة لي ما كنت أعرف أن مخنا فيه دهن لا الدهون مفيدة محمود مو واحد يأكل أكل المقلاي ويقول المخ بحاجة إلى دهون ليس هذه الدهون نحن نقصد عنها دكتورة فاب تشرح لكم شو المقصود بالأحماض الدهنية اللي يحتاجها الدماغ. حبيت إنك أنت عارفة ليش بدأ لأنه عاجب يستوي لا صحيح لا كلام الدكتورة ندى 100% صح دارسة 10 سنوات طبيعة ما تعرف بعد مشكلة لا. عمري رح وانا أدرس معظم يعني لازم أوعي بهالنقطة المهمة اللي حصل إنه لما بنتكلم على الدماغ بيتكون من دهون طبعا وعلشان هيك إحنا لما بنقول تاني أهم عنصر لطاقة الجسم بيعطينا طاقة هو الدهون بتعطي كل جرام منها بيعطينا 9 سعرات حرارية لكن مثل ما تفضلت الدكتورة ندى وما بعرف فاطمة عندها مداخلة على الموضوع الدهون اللي بنتكلم عنها بتكون دهون مشبعة أقل من 7-10% ويجب أن تأخذ عن طريق الطعام الطبيعي يعني الدجاج اللحم السمك اللي هو مش واي مو مقلاي لأن أنت لما بتقلي الأكل بتحاول بتغير في الكيميائية تبعت الأكل وبتزيد صحيح. عندك الدهون المهدرجة وهذا الذي يؤذي الجسد إنما الدهون الموجودة في الأكل الطبيعي زي البيض اللحم السمك الدجاج هذا هو الدهون اللي إحنا بدنا إياها المونو أنساتوريتد فاتي أسيدز أو إحنا نسميها البوفا بولي أنساتوريتد فاتس البوفا والمونو اللي هي الأحادية والثنائية الغير مشبعة الباقي يعني أنت بتحتاجي من السعرات الحرارية تبعتك اليومية حوالي من 25-30% من الدهون لتغذية الدماغ ومش بس هيك مش بس الدماغ يا محمود حتى الفيتامينات الذائبة في الدهون الاي دي والاي والكي هي أهم دهون أهم فيتامينات هاي مذابة في الدهون فأنا إذا كله ما في الدهون اللي لازم أخذها اللي هي 30% يتم عندي نقص في هاي الفيتامينات وأيضا في عمل الدماغ صحيح طيب أنا الكمبيوتر ضرب عندي ترى لا من اللي طاروا انزين فاطمة أحيانا نحن نتكلم وايد أن التغذية وايد مهمة لنتقي من الأمراض إنزين وهذا الكلام نحن يعني نحاول نقوله قدر الإمكان ولكن لا حياة لمن تنادي بشكل أو بآخر لأن مع ذلك تظل النفس البشرية تشتهي مثل هذه المأكولات سواء كانت مأكولات سريعة ولا كذا كيف ممكن نتغلب على هذه المسألة نقدر نتغلب عليها عن طريق الكميات صراحة أقول لك إياها بصريح العبارة كميات تقللها مش أنك تمنع نفسك من كل الوجبات أي وجبة أنت تحب تأكلها أي نوعية تحب تأكلها ولكن الكميات لها دور كبير صحيح. يعني الوجبات مثلا السريعة إذا بتخليها مرة في الأسبوع وكمية بسيطة ما راح تأثر عليك لما إذا أنت بتخليها بشكل يومي في الوجبة لا طبعا أكيد بتأثر الكمية نفسها في الوجبة نفسها يعني ممكن مثلا الناس متعودين يأكلون عيش بشكل يومي صحيح. لكن إذا بتخلينها مثلا على شكل كوب بتأكلينها ما راح تأثر بالعكس نحن نحتاجها يعني أنا عادة مثلا مرات لما أعطي بعض المرضى الرجيم في بعضهم يقولون إحنا ما نبغي الأوراق هاي
ما نبغي الأوراق، ما نبغي نتبع شيء. أبسط شيء نقدر نقوله وجباتك اللي أنت تأكلها ومتعود عليها خلها النص. صحيح. هذا ينطبق بعد طبعا أصعب شيء لما ينطبق على الأطفال. في وايد أمهات ينو العيادة يقول دكتورة الأطفال ما يحبون أكل البيت، ما يبغى عيش، ما يبغى صالونة، ما يبغى دياي، يبغى بس يطلع من برا. فتقول شوف خيار صحي خارج البيت أنا أقدر أطلبه كأم. بعد ما يحبون الخيار بعد. الخيار الصحي طبعاً هل جي ما شاء الله روحهم حتى تقولك الأم تقول روح يطلب، أنا بس تلاقي راعي الكافتيريا أو راعي المطعم عند الباب. فكيف الأم تقدر على الأقل توجه باختيار خيار ممكن ما يكون صحي 100% بس أقل ضرراً من الأشياء اللي نطلبها إحنا من برا حق عيالنا. أنا تسمحي لي هنا مداخلة، يعني أنا بسمح، تفضل محمد. شكراً جزيلاً. أنا ما أقدر أستوعب ولي أمر أو ولية أمر مو بقادر السيطر على أكل ولدها، كيف؟ ما أعرف محمود، هم يقولون يعني لا ما يعني هذه المسألة، يعني أنا ما أقدر أستوعبها. شو إن يا هل مو بقادر أسيطر على عادات التقليد؟ تقولك لما أكون في الدوام يطلب، أنا ما لا مو بشي. أنا بقولك الخلل في 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 ولي الأمر نفسه، لأنه هو إذا قاعد يشوف أبوه ولا أمه قاعدين يأخذون أكل صحي ولا يعني عندهم عادات صحية، أكيد بطبيعة الحال هذه القدوة بالنسبة له. ولكن إذا هي طالبة من الكافتيريا ولا ما أخذت لي همبرجر زين وتبغي ولده ما يأكل برجر ما يطلب من الكافتيريا، صعب. الطفل مقلد بطبعه. صحيح. وما في شيء اني انا ما اقدر اسيطر على طفلي. صح. ما اقدر اشيل عنه الايباد اخليه هذا، ما اقدر اعطيه سمون. شو عودوه منذ الصغر عشان هيك احنا رحنا الحضانه، لانه اذا هو متعود وهو صغير انه عادي يطلبوا له اكيد ويعودونا مثلا على الشوكولات بشكل يومي. نحن ما نقول طبعا بالنسبه للشوكولات نحن ما نمنع عن الاطفال، بس بكميات محدوده حتى. صحيح. لو بشكل يومي. صحيح. ولكن اذا انت عودتيه في البدايه وعقب كم سنه تبغين تسيطرين عليه وايد صعب، بيكون صعب اكيد. لا شوفي هي نيفر تو ليت، انا بقول يعني حتى لو زي ما تفضل الاخ محمود فاطمه، يعني بالاخر الاهل لازم يكون يعني تمسكي بعصا من قويه نوعا ما. صحيح. انه انا اكون المثال، يعني زي ما تفضل انا مش ممكن اقول يعني اقول لابني ما ياكل وانا كل يوم عم بطلب من برا حضرين الاكل بالدس هم خلي يرقدون بعدين يطلب بالدس ممكن، لكن يجب ان يحاسب. يجب ان يحاسب. طيب. طبعا ناخذ مداخله من ابو حمد. تفضل محمد. صباح النور. سلام دكتور وعلى ضيوفك، صباحكم الله بالخير. صباحكم النور. تفضل. طال عمرك هي قضيه يعني منع الاطفال بطريقه لا، أنا المفروض أقول لهم لا وليش. صح. واليوم يعني فيديوهات كثيرة واتسابات كثيرة عن المساوئ الأغذية السريعة وبعض المأكولات، فأنت لما تمنعه قل لي ليش أو راوى فيديو أو وقع. بالإضافة رقم اثنين اللي هي أهمية يعني وجود يعني أثناء مثلا المحلات السريعة أو كذا تعمل إعلانات مثلا تنبه لأن الأطفال تحت سن كذا مثلا ما يستخدمون هذا الشيء، بحيث إنه يعني يكون مثلا عند قديم مثلا خلنا نقول اللي هي قائمة الأطعمة توضح لولي الأمر بطريقة أو بأخرى. المدارس طبعا لها دور، المقاصف مش مشكلتنا في المقاصف وعدم يعني مراعاة الوجبات اللي تقدم. يعني تصور بشاميل مدرسة تولي، همبرجر، فرنش فرايز. محمد انت اثرت موضوع وايد مهم الحين بخلي وفدتك يعني اتمنى يعني تكون في اقل حاجه انك انت المقاصف هذه. صحيح. يعني مش لا توفر هذه يعني بشاميل من الصباح وهمبرجر وفرنش فرايز يعني ذيب مو بياهل. والله هذا يعني الموجود دكتور. هذا الموجود مع الاسف، وما في يعني اليه ضبط اي يعني ربحية فقط لله غير. الله يسلمك يا حمد. دكتورة يعني على طاري المقاصف ما نتكلم عن هذا الموضوع باختصار، أحيد عندكم مبادرة في هذا المجال وكانت هنا خبرين عنها باختصار لأن في وايد أسئلة على السوشيال ميديا ما نجاوب عليها إن شاء الله. بالنسبة للحقيبة المدرسية حتتكلم فاطمة بسرعة، بس أنا حقول إنه إحنا في مع بلدي دبي نعمل على عملنا دليل المقاصف، وهم يتم الآن متابعة الموردين
وحطينا ستاندردز ارشادات معينه لحجم الساندويتش, حجم الدهون, حجم على مستوى اماره دبي. اي نعم اي نعم. فالان ان شاء الله سيتم, هم عم يطبعوا الدليل الجديد وقسم التطوير المتابعه داخل معهم في تحديث المعلومات وتم اعدادها. هو كانت مبادره من السابق ولكن الان يتم السيطره عليها بصوره شويه اقوى. في الحقيبه المدرسيه اللي حتتكلم عنها فاطمه. هي طبعا مبادره الحقيبه المدرسيه, نقوم نحن بفعاليات في اي مدرسه شو ما كانت, سواء هم طلبه او حتى نحن نحط خطه يعني نثقفهم عن طريق طبعا نتفق مع المدرسين مع على حسب المرحله الدراسيه, ونوعيهم طبعا شو الاكل الصحي المفروض اللي ينحط في الحقيبه نفسها في اللانش بوكس على قولتهم. بس تقريبا يعني على السريع. في سؤال يقول السلام عليكم, شو رايكم في سمك السالمون او السوبريم؟ كل سمك. لا بس سمك لا السالمون إيه سمك السالمون من الأغنى الأسماك في الأوميغا 3 الدهون الجيدة, على أنه يكون مشواي مش مقلاي, لأن هيك أنا بغير الكيميائية تبعته من أفضل اللي أنا يعني بنصح أنه الناس تأخذها, أولا كبروتين وثانيا كغناء في الأوميغا 3 والفيتامينات اللي هو خصوصا فيتامين A. سوبريم زين بعد. السوبريم أبيض لحمة. السوبريم أبيض السالمون أحمر والسوبريم أبيض الاثنين جيدين. السوبريم أقل في الأوميغا 3 من السالمون, كلهم سمك لكن نسبة الفوائد التغذوية اللي موجودة فيه تختلف. وفي أحيانًا منع المرضى يأخذون السمك الأحمر أو اللحوم الحمراء منها السالمون لما يكون عندهم النقرس. إيه يكون عندهم حمض اليوريك عالي. يوريك أسد عالي. زين نعم. يقول لك أكيد أنا حاولت أكيد حاولت تعمل رجيم أو تستخدم كورسات للتخسيس, لكن لدينا فرصة أكيدة لتنزيل وزنك مع كورس طبيعي عالمي آمن صحيًا. فولو لي وتعرف المزيد. تخيلي دعاية على صدري. زين لحظة اهدي شوي, أنا بغيت أتكلم على موضوع معين. لا أنا موضوع مش أنا ليش أنا قريته. أنا قاري لأن هنالك الكثير من مثل هذه الدعايات صحيح. على السوشيال ميديا صحيح. أبغى أتكلم في هذا الموضوع على السريع دكتورة. عن تخصيص دكتورة والله بقى. يعني أتمنى لسه كنا مبارح في دورة وتطرقوا لنفس الموضوع. يا جماعة لا تثقوا بما اللي بيجي هيك دعاية بهاي الطريقة, لم يتم اعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء, لم يتم اعتماده من بلدية دبي, لم يتم اعتماده من هيئة الصحة بدبي, لم يتم اعتماده من الناس المختصين في اعتمادها. لا تاخذوها لأنه بيكون فيها أشياء مضرة للصحة. صحيح. مو بس مضرة للصحة, أشياء يعني وطبعا أكيد ما بتنزل, يعني ممكن بتنزل المي لكن لا تنزل الدهون. صحيح. تنزل العضل, تفقدك أشياء أنت بحاجة لها وهذا خطر. البارحة كان في تصريح حق الدكتور أمين الأميري تكلم عن أن 90% من الأدوية التي تتواجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت مغشوشة. صحيح صحيح نعم. مغشوشة مقلدة منتهى الصلاحية كلها. وللأسف لأنه ما في رقابة. صحيح. ما في رقابة عليهم على السوشيال ميديا لأنه احنا عشان هيك بنقول خذ الاعتماد من أهل الاعتماد. صحيح. البلدية, وزارة الصحة, هيئة صحة دبي, هيئة صحة أبوظبي, الناس المختصين في إعطاء هذا الاعتماد هم الذين محل ثقة واعتمد الأشياء اللي يعطونا إياها. طيب نحن صلاحياتنا انتهت في هذه الحلقة بعد على قولة عيسى, فيقول يعني أشكر الضيوف. شكرا لك. شكرا جد الأستاذة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة. شكرا لك يا فاطمة حسن. شكرا. رئيس قسم التطوير والمتابع بإدارة التغذية العلاجية. أول مرة تطلعي معنا على الإذاعة ونورتيني جزاك الله خير. وشكرا لي أنا. شكرا لندى. وقفلنا مع السلامة. شكرا لك دكتورة ندى, دائما ما تنورينا. أي والله. شكرا شكرا لكم. والكفر مالك وايد يمدحونه مال التليفون. إن شاء الله. ترى في فلوس وراه هني بعد وفي. أخش فلوس وبطايق وراه. عموما يعني سهل تتفضلوا تسرقوه اذا بتحبوا يعني. زين عموما وصلنا لختام حلقتنا, على امل نلقاكم ان شاء الله في الغد مع مواضيع جديده. نقول لكم في ختام هذه الحلقه التي كانت برعايه من دكتور نوتريشن, دمتم بصحه وسعاده. دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.